خلينا نتكلم بصراحة، وأنا عايز أقول لكم العمل الثوري يحتاج إلى نضج ولا يحتاج إلى تطرف. نحن نستطيع أن نحقق كل ما نصبو إليه إذا أبقينا على جزوة هذه الثورة متحدة. وبالتالي سوف نجد هناك متطرفون يحاولون دفع مسيرة هذه الثورة نحو التطرف حتى يخلقوا أو يجدوا فجوة أو ثغرة بيننا وبين الشعب. نحن قمنا بهذه الثورة من أجل الشعب، ويجب أن يبقى الشعب المصري متلاحما معنا دائما. الاعتصام حق والاعتصام ضرورة، ولكن لا يجب أن يؤدي هذا الاعتصام إلى تعطيل مصالح الجماهير. وأي حديث عن أن الاعتصام أو حق التظاهر أو رفع المطالب بكل الوسائل الممكنة، هذه معارضة سلمية ومظهر من مظاهر الاحتجاج السلمي. وبالتالي الذي يعرض الاقتصاد للخطر هم الذين يؤجلون مطالب الثورة، وهم الذين أطالب كل الصامدين في هذا الميدان أن يواصلوا الصمود ويواصلوا الاعتصام بكل صور النضال السلمي، وأن يبقوا هنا في هذا الميدان دون أن يعطلوا مصالح الجماهير إلى أن تتحقق مطالبهم بالطرق السلمية. والسلام عليكم ورحمة الله، وأرجو أن تأذنوا لي. سؤال شخصي يا دكتور، وهو مهم، نراه مهم. دكتور حسن نعرفه جيدا ونقدره كثيرا. دلوقتي حضرتك لو طرح على سيادتك انك تكون من الحكومة الجديدة لتحقيق مطالب الثورة، عايزين نعرف رد حضرتك. اتعرض عليه. احنا اولا بنؤيد ان هو يكون من الوظائف، كنا بنؤيد مطالب الثورة العادية. اتعرض عليه 100 مرة مرضيش. اقول لكم بكل الوضوح وبكل صراحة، لست طالبا لاي منصب، ولست باحثا عن اي، واعتقد ان اي استاذ جامعي يحترم نفسه لابد وان يعتقد اعتقادا جازما ان وظيفة الاستاذ الجامعي ووظيفة تخريج الاجيال هي افضل واشرف واكرم من اي وظيفة اخرى تنفيذية. ولذلك اقول للذين يرشحوني لا داعي لمثل هذا الترشيح، فأنا بين صفوف هؤلاء الناس ولا أفضل أي وظيفة تنفيذية. إذا وجدت أن الوظيفة التي أرشح لها هي ما يطالب به الناس وما أستطيع أن أخدم به الناس من خلالها، لن أتردد، على اعتبار أن هذا تكليف من الشعب وليس تكريم. أي تكليف أقبل به، أي تكريم الله، يعني إن الله غني، وأرجو أن يجعلنا من الذين يطلبون الجنة ولا يطلبون أعوار الدنيا. شكرا لكم. قال الدكتور حسن نافعة.